معنا عامر روسيا اليوم. رفضت تل أبيب اليوم الأربعاء تصريحات المسؤول الأممي في مجلس حقوق الإنسان ريتشارد فالك الذي اعتبر فيها أن السياسة التي تنتهجها إسرائيل حيال سكان قطاع غزة توازي الجريمة ضد الإنسانية. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن تصريحات فالك تتجاهل الحقائق على الأرض، ووصفت بيانه بالدعاية المناهضة لإسرائيل. وكان المسؤول الأممي أعلن أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويجب على المحكمة الجنائية الدولية البحث في توجيه الاتهامات لقادة إسرائيل. ولمناقشة اتهامات المسؤول الأممي لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في غزة ينضم إلينا من القدس المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية السيد عفير جندلمان. سيد عفير، هذا الاتهام لكم بانتهاك حقوق الإنسان ليس الأول، وأيضا هناك من يقول إنكم تعتبرون هذه الاتهامات مجرد ثرثرات، ماذا تقولون؟ نحن نرفض هذه الاتهامات. السيد فالك تجاهل بشكل مطلق الأحداث على الأرض، تجاهل إطلاق آلاف الصواريخ على المدن الإسرائيلية. للإسرائيليين أيضا حقوق إنسان، وماذا عن انتهاكها من قبل حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة؟ التقرير أحادي الجانب لا مصداقية ولا أهمية له للأسف الشديد، لأن من يدفع ثمن على عدم مصداقية مجلس حقوق الإنسان هو الناس كل أنحاء العالم الذين تنتهك حقوقهم بشكل يومي. من لكن الاتهامات هي موجهة لكم كونكم أنتم القوة الأساسية على الأرض. القوة الأساسية على الأرض في قطاع غزة هي حركة حماس، والكل يعلم ذلك، ولكن لا أحد يتكلم عن انتهاك حقوق الإنسان في غزة من قبل حماس. ولذلك من يريد أن يتبنى له مسؤولية ومصداقية يجب أن ينتقد الجهة المسؤولة، وهي حركة حماس. للإسرائيليين أيضا حقوق إنسان، وهي تنتهك بشكل يومي من قبل حماس، ولكن لم نسمع عن أي كلمة إدانة من السيد فالك لحركة حماس، ولذلك نحن نرفض التعامل مع هذا التقرير. نعم، وكيف ستتعامل تل أبيب في حال قبلت المحكمة الجنائية الدولية طلب المسؤول الأممي بتوجيه الاتهامات لقادة إسرائيل على خلفية هذه الانتهاكات؟ القدس ترفض هذه الاتهامات وهذه النية. لا أعتقد أن الدول الكبرى في العالم، الديمقراطيات الكبرى مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، ستؤيد هذه الخطوة. كما قلت، لا مصداقية للسيد فالك، توجد انتقادات له من كل الديمقراطيات الكبرى في العالم، ولذلك لا أهمية لمقاله. نعم، وهل فتح المعابر هو للحفاظ على التهدئة أم لتخفيف الانتقادات الدولية حيال حصار غزة واعتداءات المستوطنين في الخليل الأخيرة؟ فتح المعابر قمنا به لأجل تخفيف معاناة المواطنين الأبرياء في غزة الذين اتخذتهم حماس رهائن. نحن لا نريد أن نخلق أزمة إنسانية داخل القطاع، ولذلك المعابر فتحت عندما كان هناك وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة. إذا استمرت حماس بإطلاق الصواريخ على مدننا سنغلق المعابر مرة أخرى. القرار يعود لحماس في هذا الصدد. نعم، مسؤول عن كل ما يجري في القطاع. ما دمتم تقولون أن المشكلة الأساسية هي مع حماس، لماذا إذن هذا الحصار على غزة وتجويع 1.5 مليون فلسطيني، وكما قلتم أنتم هم أبرياء لا دخل لهم في السياسة؟ لنا خياران بالتعامل مع النظام الإرهابي لحركة حماس في قطاع غزة. الخيار الأول هو اجتياح عسكري إلى داخل القطاع، وأعتقد أنه كلنا نعرف ثمن هذا الخيار. الخيار الثاني هو فرض خطوات اقتصادية وسياسية على القطاع لكي نمارس الضغط على حركة حماس لكي توقف إطلاق الصواريخ على مدننا. مواطنون يأتون في المكانة الأولى، لنا الدفاع والحق والمسؤولية الدفاع عن حياتهم، وهذا ما نفعله. للأسف الشديد اتخذت حماس سكان القطاع رهائن، وللأسف الشديد نحن نعلم الحالة الموجودة في القطاع، المسؤولة الوحيدة عما يجري في القطاع هي حركة حماس. من القدس المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية السيد عفير جندلمان، شكرا لك.
فرنسا التي شهدت يوما التوقيع أو اليوم التوقيع على الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان في يوم من الأيام باتت اليوم أمام اختبار الالتزام بتلك الوثيقة. فوزير خارجيتها برنار كوشنير أقر بأن السياسة بلاده الخارجية تتناقض مع حقوق الإنسان، موقف وجد